22 ثم القرارات القضائية التي صدرت لصالح صالحهم، ولماذا لم يفعل القرار القضائي؟ سي مراد أهلا وسهلا بك، هترجع معك مع محنة القضاة. نرجع مع من قرار الإعفاء ثم حصولكم على قرار قضائي إداري غير قابل للطعن و نعم. جوان من عام 2021 قام رئيس الجمهورية بإصدار أمر إعفاء لجملة من القضاة بدعوى أن هؤلاء معناها وجودهم في القضاء يمس بالأمن العام، كذلك بدعوى وجود شبهات فساد. لكن قام القضاة بالطعن في ذلك القرار، واتضح أن هذا القرار لا يتسم بالشرعية، فقامت المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذه، وبالتالي أصبح هذا القرار من قبيل المعدوم وكأنه لا وجود له، وكان من المفترض طبقا لأحكام الفصل 42 من قانون المحكمة الإدارية لسنة 1972 أن القضاة هذوما يرجعوا المحل يعني أماكن عملهم ويباشروا العمل وكأن شيئا لم يكن. لكن فوجئنا أن رئيس الجمهورية وكذلك وزيرة العدل وحتى رئاسة الحكومة باعتبار أن قضاة المحكمة الإدارية يعني ناجين بنظر الوزارة الأولى ورئاسة الحكومة فلم يقوموا بتنفيذ هذا القرار، حتى أنه حتى رئيس المحكمة الإدارية اللي صدر القرار ذايا عنده زوج قضاة من المحكمة الإدارية ما رجعهمش يخدموا هذيك هو بيدو، وهذا معناها تعتبر ظاهرة معناها فيها خرق للقانون وفيها اعتداء، مش حتى خرق أكثر من الخرق، هناك اعتداء. والقضاة هذوما قعدوا المدة هذه كل ما يخدموش، وكان من المفترض أيضا طبقا لمرسوم المحاماة لسنة 2011 أن القضاة هذوما ينجموا يتجهوا للمحاماة، لكن العميد السابق تجاهل المسألة هذه وما تمش عقد جلسة للترسيم، والقضاة هذوما دفعوا فلوسهم منهم 34 دفعوا 20 مليون كل واحد معلوم الترسيم من استغلال هذه الأموال وقدموها للهيئة الوطنية للمحامين لكن لم تقم بترسيمهم. يعني إيداع ملفات كان مع العميد بودربالة، أي في عهد العميد بودربالة وتجاهل رابط عميد تو ولم يتم عقد تلك الجلسة. احنا المدة هذه ممكن سمعنا حاجة يعني سلبية إيجابية لكن فيها نوع من الاعتراف بالذنب، هكا حسيته من خلال التصريح أنه السيد عميد المحامين قال أنه سيتم النظر في هذه المطالب والقضاة اللي قدموا مطالب باش يتم ترسيمهم، وعلل يعني نوع من التكاسل اللي تم في الفترة الفايتة بأنه هناك أبحاث حول يعني هالقضاة ذوما، وكأنه الهيئة الوطنية للمحامين أصبحت محكمة وتبط معناها في القضاة ذوما في وضعيتهم وتقول هذا فاسد أو هذا غير فاسد، في حين أنه من الأساس لا توجد ملفات فساد. أنت حتى المجلس الأعلى للقضاء لعينه قيس سعيد ما حبش يرفع الحصانة على القضاة، الخطر تهم كيدية، تهم معناها لا ترقى حتى إلى مرتبة التهم، لا أساس قانونية لها، لا أركان قانونية للجرائم المنسوبة، جرائم تثير الضحك وتثير معنى السخرية. لكن هذا موقف، اسمح لي سيد مراد، موقف الأستاذ حاتم الزي والأستاذ عميد المحامين جيد الآن متقدم، إذا كان يعطي تعهد أنه يقول بإذن الله الهيئة سوف تنظر في ملفاتكم، فقد تعرف أنه ربما مش نعذروه على عميل لأنه الأصل فيه في الحقيقة. أنا كنت سابقا في هيئة المحامين 3 شهور 24 عادة 4 شهور عادة تكون الوقت الأقصى لدراسة الملف، ثم حساسية، وطالما أنه ثم شبهة فساد ربما من حق الهيئة الوطنية للمحامين أن تأخذ بعض الوقت، مش عامين تقريبا عامين بعض الوقت. حسير شبهة الفساد وقت يكون الفساد موجود من الأصل، وقت يكون فما ملف قضائي، وقت يكون فما ملف وفيه تهم جدية، لكن الملفات مش موجودة. وظهر لي تويك المحامين ولا واعين معناه بأنه اللي صار للقضاة هو نفسه اللي يصير تويك للمحامين ويصير للإعلاميين ويصير كذلك للمعتقلين السياسيين، معناها للأحزاب السياسية بكافة أطيافها. معناها اللي صار للقضاة قبل كان أمر معناها من لول عندهم الحق معناها باش يرتبكوا، لكن شهر شهرين، لأنه من بعد ولا الكل معناها يتم مع بقية معناها الأطياف السياسية ويتم مع الإعلاميين ويتم مع الناس كله بما فيهم المحامين. طويكة تتركب لهم ملفات بنفس الكيفية اللي تركبت للقضاء، وهذا اللي خلى الهيئة الوطنية للمحامين معناها تولي واعية في الظرف هذايا بأنه التلفيق كان موجودا وأنه هي ملفات مصطنعة، وأنه وهم الفساد هذايا اللي جاب به رئيس الجمهورية واللي حب ينشره في المجتمع باش يعني يرفع الراية متاعه ويعتبرها راية منتصرة،
هو في الواقع لا وجود له. الشعب التونسي الحمد لله هو شعب واعي يعيش في محبة وسلام، ما عنده حتى مشكلة. الفساد راهو معناها حالات استثنائية تبقى موجودة في كافة المجتمعات المتطورة والمتخلفة، وسيبقى الفساد موجودا طالما وجد الصلاح. معناها كانت حرب وهمية لأكثر الأقل، حاول يدخلهم فيها، اكتشفوا أخيرا أن هذه الحرب ستأكل الجميع بما فيهم المحامين. ولذلك معناها يبدو أنه بداية الصحوة، وهذا أمر جيد، ونحن نطالبوه معناها باش يكرس يعني التوجه هذا اللي جاي في البيان الأخير من خلال أفعال. نعم، بيان مهم.